شمعون للحلقة 26 من دراسة القواعد الأشورية المعاصرة. أبونا فرجينا شو في خرجك. أيوة خلي أشارك الناس. أتكلتنا شوفوا يكون أسهل إلنا. هلا خلي شوف شلون أرتبه. ليش هيك؟ يمكن هيك حتى الله يطلع هذا. أوكي. وسعوا من أكبروا 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 أكبروا. خلاص هيك. هلا تمام. هلا تمام هلا تمام. نحن طبعا في الحلقة السابقة اللي كانت 25 حكينا انتهينا من ال. أنت ما تعملوا أبونا برويو مثل هذيك اللي فرجيت. نرجع هو. نشوف تقاطع الهدف. تمام بيسا. أيوة. لا مش هاي مش أي هو هذا. هذا خلي أشيل هذه. أيوة أشيل الـ هذا أشيله أعمله هيك. تمام. روعة. يا سلام يا سلام. تفضل. هذا هو. أوكي. فحكينا كان انتهينا من اسم الفعل. تمام. اللي هو الجزء الثاني من أقسام الفعل. أيوة. هسه نجي الجزء الثالث الذي هو اسم الفعل. اسم الفاعل مو اسم الفعل إنما اسم الفاعل. شمع عودة. Present participle بالإنجليزي or agent يسموه أيضا agent. أيوة. فاسم الفاعل العربي مو الفاعل وإنما اسم الفاعل. أوكي. وهو ذلك الفرع من الفعل يعني فروع الفعل الذي يرمز إلى القائم بالفعل الذي يقوم بالفعل ويعامل معاملة الصفة في الإفراد والجمع وفي التذكير والتأنيث ويتم اشتقاقه من جذر الفعل بالطرق الآتية. أولا من الجذر الثلاثي. طبعا احنا قلنا عندنا جذر ثلاثي وجذر رباعي وأيضا جذر آخر مصنوع الميمي. فنبدأ بكل جذر بأنواعه حتى نشوف كيف نحن نشتق هذا اسم الفاعل منه. فمن الجذر الثلاثي هناك ثلاثة أشكال من اسم الفاعل الجذر الثلاثي. وكل بقية الفروع عندنا شكل واحد بس اسم الفاعل عنده ثلاثة أشكال حتى بالعربي. مثلا ضرب ضارب ضراب ضروب تمام مضراب. أيوة. أشكال كثيرة. ايوه عندنا احنا ثلاث اشكال. الشكل الاول نجي نشوف ويصنع بتغيير حركه الحرف الثاني. طبعا من الجذر دائما احنا نتكلم عن الجذر منه نشتق تمام حتى بس للتذكير. ويصنع من بتغيير حركه الحرف الثاني من الجذر الى فتحه طويله اسقافه يعني ويعطى حركه اسقافه او فتحه طويله للحرف الثالث الذي يكون دائما ساكن في الجذر الثلاثي وإدخال ألف الختام في نهايته. أوكي. فيشوف فيما يلي أمثلة عليه في مختلف الأفعال. أيوه. أوكي. أفعال مختلفة نشوف أمثلة عليه. نجي على الجذر السالم. تمام السالم. أيوه. هذا الشكل الأول. إذا كان الفعل سالم. الفعل السالم تجدون عنه في اللوح رقم واحد من فصل 12 اللي شوفتم إياها مهم ممكن تروحون تشوفوها. عملت هيك عملت كجدول من الآن وصاعدا حتى تكون أسهل. حلو جدا هذا ممتاز. تشكر. جذر اسم فاعل. جذر اسم فاعل. أوكي. جذر بارش أخذتها لي كمثال. بارش ومعناه يفرزوا. شوف أستاذ سامي أنا قلت في وقتها بأنه جذر الفعل بلغتنا الآشورية هو صيغة الشخص الغائب المفرد في الحاضر تمام. أما في العربي هو صيغة الماضي تمام. يعني نحن نقول يكتب هو هذا الجذر. أما بالعربي هو كتب هو الجذر. أيوة. صيغة الماضي.
فلذلك أنا حرته، كنت أحتار يعني كم مر يعني كم وقت يعني أحتار عجبة أكتبه بالعربي أترجمه على الطريقة العربية، أكتبه بالماضي، ذلك ذاك الوقت ما راح يعطي معنى اللي فوقه، يعني ما أعطى معنى الآشوري. فقلت أخيرا أنا قررت أنه أكتب في الحاضر، يعني حتى أعطي معنى الجذر في الآشوري، تمام، مو بالعربي يعني. فارش أنا يفرز مو فرزة. أيوة أيوة، يعني بالحاضر أي فقط للمعلوم للعلم. فارش أيضا يفرز أو يفصل، فاسم فعل يكون باراشا. إيش عملنا؟ تغيير حركة الحرف الثاني، الأول يبقى فارش، وفي الأول فارش هو سقابة، يبقى سقابة يعني فتحة طويلة فتحة طويلة. الثاني الذي هو كسرة طويلة يتحول إلى إيش؟ إلى فتحة طويلة، فيصير بارا. بعدين الثالث، الحرف الثالث اللي هو ساكن دائما في الجذر الثلاثي، نعطيه أيضا فتحة طويلة، يعني هنا الشيء يصير شاء، فيصير باراشا. والألف طبعا ألف البركة، هذه بما أنه صار في اسم، أما بالفعل ما في ألف البركة، هي ألف حقيقية، أما بالاسم والصفة لا. فندخل لهذه الألف البركة هذه نسميها. فإذا بارش جذر في اسم فعل فاعله يكون باراشا، الشكل الأول منه باراشا، يعني فارس يفرز، فرز فهو فارز، يفرز فهو فارز، فما أسرع. أذن جذر الثاني، الفعل الثاني هو داوق، داوق ومعناه يمسك، يمسك داوق يمسكه. اسم الفعل من عنده يصير داواقة، على نفس القاعدة، لأنه هذا الشكل داواقة، مثل باراشا داواقة، ماسك يعني يمسك وهو ماسك. من الفعل الآخر أخذت كاتو، يكتبو، كاتو. اسم الفعل يكون كاتاوة، شوف نفس الطريقة، كاتاوة كاتب. حلو. الجذر الآخر هو شاوق، شاوق يتركه. فاسم الفعل عنده يكون شواقة. هاي هي كلمة المسيح، ربي لما شبكتني. أيوة أيوة أيوة، شوفت مكتوبة بالباء بس يعني احنا نلفظها واو في هالحالة. أيوة أيوة أيوة، شبقتني شبق شابق، وبالسرياني والشوق الشرقي شابق بالغربي. أيوة 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 أيوة. أبونا أبونا عندي سؤال، هل إلى علاقة مع الشبكة؟ لا، شبكة لها غير معنى، غير يعني غير شبكة كريم. لصيد السمك مثل هيك؟ لا لا، كليا هي مختلفة عنها. إيه طيب منيح. أوكي، فعن نجي هسه، هذا كان لأنه هو بالقاف على كل حال عندكم. بالقاف هي. نعم بالقاف شاوش. بالكاف. شابك. أيوة أيوة أيوة، شبكة هي بالكاف مش بالقاف. أيوة بالكاف. أيوة بالقاف، أنت بالقاف عندكم. نعم بالقاف، قاف هي. أيوة 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 أيوة، شبكة. شابك دون الكات. شبك. شبكة شوق. أيوة. بعدين عندنا إذا كان الفعل المعتل الأول، لأن يعني المعتل عندنا ست أنواع من المعتل. المعتل الأول وتجدوه في اللوحة هذا وفي اللوحة رقم 2 من فصل 12. آمر، الفعل الأول عندي آمر، ومعناه يقول، آمر يقول. أيوة. آمارة نفس الطريقة، آمارة، شفت الأليف تبقى حركة آ، والثانية ميت سير ما، والثالثة بدون حركة نعطيها حركة فتحة طويلة أيضا فتصير را، آمارة يعني قائل، قائل. أيوة. آسق يصعد، آسق يصعد. آساق، آساق صاعد. ياتو يجلس، ياتو. أيوة. سير ياتاوة جالس. أيوة. وآسر، آسر. أيوة. يربط، آسر يربط. آسارة من هنا كلمة الأسر والأسير. أيوة مربوط هو. نعم نعم. شفت صح، حق بيدك. نعم نعم، حقك حقك بالضبط. من هون جاية
وبالفعل بالفعل بالسرياني السيرة للجسم للأسير السيرة مضبوط أيوة. من آسر لأنه مأسور يعني بالعربي أيوة. كان لازم يقول مأسور أيوة السيرة مأسور يعني. أيوة 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 يعني مربوط مربوط أيوة 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 أيوة, أيوة. هذا معتل الأو من معتل الأول كان أما أيوة. معتل الوسط إذا كان مثلا قائم هذا وسطه هو الحرف علة في الوسط هون في البداية قائم يقوم أيوة. قائم 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 يقوم قائم 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 فائش فائش يبقى هل هيك في القرآن قيامون بالحق قيامون بالحق من هنا أيوة. يعني هو اسم الفاعل سرياني أيوة صح صح آه قيامة وبالفعل بالقديم يعني بالسرياني القديم يقول قيامة مو قيامة 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 يعني هاي بدل الفتحة الطويلة الأولى تصير فتحة قصيرة قيامة أيوة. أوكي بائش يبقى بائش يبقى يصير باياشة شو تصير طبعا تتغير الأليف هاي قلناها مرات عديدة أنه هاي الأليف تتغير تتحول إلى يوت إلى ياء أيوة. بائش باياشة نائم نائم شو بالعربي نائم يعني ينام نامة نائم معناه ناع ينعس أما أما ينام فهو دامخ غير فعل فنائم يعني ينعس نايام ناعس ينعس ينعس أيوة لذلك بالمزمور عندنا آلهن لا نائم ولا دامخ يعني ينعس ولا ينام ما هي النص القرآني لا تأخذه سنة ولا نوم نوم أيوة ولا نوم ولا نعاس أيوة 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 سنة طول روحك أيوة 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 سنة أيوة 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 أعطيني المزمور هي شنتا شنتا يعني نوم نومة شنتا أيوة. طيب فلا تأخذه لا نومة ولا نعاس أيوة أعطيني النص المزمور لأنه هل لازم أكتبه أكيد عندي بس وين هو بعدين أبعث لك لا أعطيني كلمة منه أنا ببحث عنه أجده لا ينام لا ينعس ولا ينام لا ينام ولا ينعس ولا ينعس يعني فلا نائم ولا دامخ أيوة 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 هذه أيوة. نائم قصدي نائم ينعس نايام سير ايوه عندنا المثل الاخير هو زائم فعل زائم معنى يدفع زائم يدفع زايام دافع يدفع هل له علاقه مع الميزان مع الميزان ايوه لانه يعني زانه يزينه ما لي خبر هذه زائن تعرف شنو معنى زائن يعني يسلح بالسرياني زائن شيء آخر بالنون فما أعرف ميزان إذا جاي عنده علاقة بهذه ما أعرف الحقيقة ما أعرف هذه أيوة المهم هذا هو المعتل الوسط هيك نشتق شوف لي في القاموس من هذا الفعل إذا اشتقوا كلمة ميزان ولا لا زائم خلي أشوف لك هو نعم هي بالميم مو بالنون بالنون زائم ايوه المعذره ايوه لا صحيح ما تبحثش زائم. انا وضحت لان انا فهمت النون زائم انا ما سمعت كويس عفوا انا ترش يلا تفضل اوكي والفعل والنوع الثالث المعتل هو معتل الاخير يعني عندما تكون حرف الاخير هو من الحروف المعتله مثل قاري يقرأ أيوه قارايا يصير قارايا قارئ أيوه والثاني شاتي والأخير يشرب شاتي يصير شاتايا شوف كلها على نفس الوزن وعلى نفس الشكل هي شاتايا
شارب. كالي كالي يقفو كالايا واقف. أيوة. داري داري يصب أو يذري أيضا يصب. فدارايا صائب أو صابون صابون صابون. أيوة صح 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 هذه كنت أشك بها صابون. أيوة صب فهو صابون يعني يصب صابون. أوكي هاي هاي. ومن المثل صابون أو صاب صابون صابون صح صابون. أيوة ها أها أيوة 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 صابون. وهذا طبعا الشكل الأول من الاسم الفعل، راح يجي الشكل الثاني والثالث أيضا يشبه قسم منه العربي. أيوة فمعتل الأول والوسط نجي، وعندنا قلنا دائما الفعل واحد يتيم غريب مسكين هو هذا يائر اللي أوله ووسطه من الأفعال من الحروف الحروف العلة. يائر يجرؤ أظن يكتبوها هيك عربي يجرؤ. أيوة أيوة أيوة. يا آرى جريء أو جاري أو ما أعرف يسموها يا آرى اسم الفاعل من يجرؤ. جريء أو جاري جريء جريء جريء. أيوة جريء. أيوة شوف نبقي على ألف الوسط. ها هنا كان الألف تروح سريوت، هنا لا نبقي عليها ما نشيلها ما نحولها إلى يود، فنبقي على ألف الوسط كما هي. هذا الفعل هو الوحيد من هذا النوع. أوكي أوكي. معتل الأول والأخير لما تكون أوله حرف علة وآخره ألف علة. ها أيوة. أوله تين وآخره تين هو. أوله آخره حرف علة. آتي ومعناه يأتي. آتي يأتي. آتايا آتي. حلو. أيوة آتايا آتايا آتايا. يامي يامي يحلفوا. يا مايا حالف. ويا بي يغبزوا. يا بي. يا بايا خابز أو خباز، بعدين تجي الشكل الثاني خابز خباز خبوس. أيوة أيوة. يا بايا. يا عي 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 هذه عي، فكثير من عندنا نحن ما يقول عي يعمل عي، ولكن الفضل اي اي يا اي، بس المهم يا عي هي عين عي. يا عي يعني ينبت. يا عي. يا عايا نابت ينبت نبات. ويعيا هو نبات. حلو هذا معتل الأخير. أما المعتل الوسط والأخير وهو النوع الأخير من المعتل هو خايه. خايه يعيش. خايه هي حياة. خيه حياة. بس أنا قلت لك وقتها في الأسماء قلت لك خيه دائما جمع عندنا. حياة ما في حياة واحدة، هي حياة يعني عيشها هي كثير يعني حياة. حتى الماء هو عندنا جمع ومية، ما في عنده مفرد. فخايل لذلك أكثر يقاب العربي ممكن أن نعبر عنه حقيقة عن مفهومه بيعيش عاش يعيش. لذلك خاية يعني يعيش. يحيى هو أيضا يحيى ولكن يعيش، لأنه يحيى شيء. كيف نعمل الاسم الفاعل منه؟ حي حي حي. محي محي. لا محي هو اسم من 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 أحيا. أحيا يحيي ولكن عايش. معيش. أيوة لا عايش هو نفسه عايش. خايه يعيش فهو عايش. عايش 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 عايش. وعندنا لائي. شوف حرفين ألف اثنيناتهم طبعا حرف علة. أما لائي يعني يرثى يرثي يرثي. خلي شيل هذه لأن كان غير يرثي. لايايا راثي يرثي. سؤال واحد. أبونا يرثي يعني يرثي له يرثي حاله أم يرثي الميت؟ يرثي أي يرثي هو يرثي يرثي الميت يرثي حاله يرثي كمن ما يرثي يرثي للجميع يرثي سواء نفسه أو لآخر الآخرين.
الفضلية بالسرياني لا اي لا اي لا اي ليا لا يا يا يصير لا تعرف لا. ليش انا بقول لك الفضلياها؟ لانه لا بالقران جت يلوون ألسنهم او يلوون ركابهم، يعني ربما اجت من هنا انه يعني يرثون او يلومون. جائز جائز على كل على كل جائز. ويرث كمان يعني يلومه؟ لا لا مو يلومه، انما يرث يرث فقط يعني يرث الميت يعني يرث الميت لا يا يا وانا قلت لك مره اوليثا اولياثا مراثي رميا اولياثا دي رميا اولياثا اولياثا دي رميا هيا لا يا يا وعندنا جائي جائي يبتهج جايايا مبتهج جائي فهاي يشوف هذا الجاي جايس قسم قالوا يمكن مأخوذ من هون جائي جايايا مبتهج كيف شو الجايس هذا جاي شوف يقول لكم ازو شباخن المريا جايا يعني شو؟ يعني سبحوا الرب ببهجة ها جاية أي 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 جاية جاية أي 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 جاية ما أعرف يعني اجتهادات طبعا مو كلها صحيح ما تدري أي جاية جاية يا مبتهج هاي هاي الأفعال من هذه. هذا كان الشكل الأول لاسم الفاعل مثل العربي وضارب عايش راثي خارج داخل جالس واقف جالس واقف هذا الشكل الأول. الشكل الثاني هو يتم كيف نشتقه نتم عن طريق تغيير حركة الحرف الثاني للجذر دائما طبعا من زلامة أي كسرة طويلة أي الكسرة يعني إلى رواخة أي الضمة المفتوحة أو وإعطاء حركة سقافة أي الفتحة طويلة أي فتحة طويلة للحرف الثالث مع إضافة ألف الختام. واضح. شوف أنا قلت عندما أكتب العربي وال حلو حركة اسم حركة بالعربي وبال حلو 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 أيوة بعد هذا أمثلة عليه من مختلف الأفعال من أفعال مختلفة راح نعطي أمثلة مثل ما عملنا سابقا. فمن السالم إذا كان يعني من الجذر السالم يكون عندنا المثال الأول بارش نفسه اللي أخذناه نفس الفعل اللي أخذناه في هذه في المرة السابقة بارش يعني يفرس فيصير باروشا من بدل باراشا هناك صار باراشا الشكل الأول هنا باروشا. هل في فرق بين الاثنين؟ نعم في فرق بين الاثنين؟ ما في فرق أبدا بالمعنى فقط بالشكل. هل هذه لهجة؟ يفيد الشعر ويفيد المعرفة الوزن يفيد يعني هاي مش لهجة بالنسبة لهذاك. لا 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 هي ثلاثة مثل العربي ضارب ضروب ضراب. لا بس ضروب لها معنى غير ضارب بس هو اسم فاعل هو بس لها في 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 يعني على كل يلا الله هي مرادفة له شوية يمكن لها نيانس مختلف معرف بارش باروشا باروشا طبعا عادة لما مثلا نحن نكتب نخلي بالكتاب هو الفارس اللي بالكتاب يحطوه هذا نسميه باروشا ما نسميه باراشا ما يصير نستعمل طبعا كل واحدة من عند هذه الأشكال لها استعمالاتها الخاصة يعني هذا هذا ما تعني به أيضا بالعربي نفسه أيوه هذا اللي أعني به أيوه بالضبط استعمالاتها مختلفة ما ممكن نستعمل واحدة مكان الأخرى بصورة مطلقة لا أيوه باروشا ما نقول باراشا إنما باروشا وأيضا لما نقول مخلص ما نقول باراق نقول باروقة كلاهما يعطوا نفس المعنى بالنهاية ولكن أوكي بارش باروشا شو عملنا غيرنا الثاني من الكسرة إلى الضمة المفتوحة أورو بعدين الأخير اللي كان ساكن أعطيناه فتحة طويلة سا شا باروشا فارس أيضا فروز بالعربي
أيوة ممكن ممكن خلي فارس خلي فارس أنا نفس المعنى. أنا ما دا أعلم العربي دا أعلم لا لا وبعدين صعب العربي أعلم صعب. السرياني خليها أعلم ما ندخل بالماش بعدين ندخل بالماش هيك. أيوة أيوة نقول نحن ندخل بالمتاهات أيوة لا فارم. فإذا الفعل الثاني داوق يمسكه نفس الأمثلة السابقة لأنه اسم غريد اسم فاعل هو داوق يمسكه. هناك كان داواقة هون كان داووقة باراشا باروشا الأول باراشا الثاني شكل ثاني باروشا الشكل الأول داواقة الشكل الثاني داووقة ماسك. أيوة أيوة الثالث كاتا كاتو أيوة كاتو مكاتو يس كاتو سير كاتاو غلطت هوني ليش لأنه نقلته من هناك فهذه ما رتبتها أوكي يصير كاتو خلي دقيقة بس أيوة يا سيدي خلي نعملها هيك 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 أوكي ك نروح نعمل كاتو كيف عبرت علي هذه مش عارف أنا كيف عبرت علي المهم خليها هسا بعدين راح أنا أعملها المهم هي كاتو أيوة السابقة اللي عاد شفناها فصير كاتوا بدل كاتاوا كاتوا أيوة. داوق داووقة الشكل الثاني بقى هذا على الشكل الأول لأن من هناك أنا كان جبتها حتى ورتبتها بس هذا ظهر قفزت عليه كاتوا وأيضا شاوق حط بالأحمر مشان أسهل عليك أبونا ما أقدر أحط حتى الأحمر شوف يمكن أحمر أقدر أعمل هوني إنه لازم أروح على شيء آخر لا لازم خليها أنا أعملها مو مشكلة بعدين شاوق عندنا الفعل الآخر نفس الشيء شفناه بالماضي شاوق يعني يتركه هنا يصير شاووقة هنا كانت شاواقة هنا يصير شاووقة الشكل الثاني تارك أوكي هذا من السائل من المعتل الأول عندنا نفس الأفعال طبعا الفعل الأول هو آمر معتل الأول فحرف الأول هو من العلة آمر يقول يصير آمورة الأول كان آمارة ونصير آمورة أيوة فآسق أيضا يصعد آسوقة بدل آساق آسوق أيوة ياتو يصير ياتو ياتو أيضا هذه شوف نسيت أعملها ياتو يجلس ياتو مو ياتاوة ياتاوة كان الأول ياتو كذلك آسر يربط آسورة أو بالشكل الأول آسارة هوني آسورة أسير قلنا من معتل الوسط اللي وسطه معترف على قائم نفس الفعل قائم يقوم قايومة هنا كان قايامة أصبح قايومة قوام ممكن نقوله أيوة بايش يبقى يصير بايوشا بدل باياشا بايوشا أيها. نائم قلنا ينعس نايوما هناك كان يا ناياما بالشكل الأول أنا شكل ثاني نايوما زائم يدفع يصير زايوما بدل زاياما زايوما من معتل الأخير قاري فعل قاري أخيره معتل يقرأ يصير قارويا بدل قارايا قارويا ثلاثهم نفس المعنى بس قلت لك استعمالاته مختلفة. شاتي يشرب شاتويا بدل شاتايا. كالي يقف كالويا واقف. داري يصب دارويا صاب أيضا هذه خلينا نشيلها صاب. أيوة. من معتل الأول الوسط عندنا الفعل الوحيد الفريد هو ياير يا أورا. نا كان يا آرا هني يا أورا يجرؤ فهو جريء ألف الوسط تبقى على حالها هذا الفعل هو الوحيد من هذا النوع نفس الشيء قلت
من معتل الأول والأخير عندنا آتي، أوله وآخره معتلان، يأتي صير آتويا، آتايا الأول، آتويا الثاني وهو آتي، يامي يا يحلف صير يامويا، الألف هذه تتحول إلى ياء عليها فتحة طويلة يامويا، والميم تأخذ الضمة مفتوحة، قلنا نفس الشيء آتويا آيا مويا، حالف يا بي يغبزو سر يا بويا، خابز يا عي ينبتو سر يا عويا نابت. فعل الأخير الشكل النوع الأخير من المعتل، معتل الوسط والأخير، خاي يعيشو خايو يا عايش، لا اي يرثى لا يويا لا يويا، جاء يبتهج جا يويا. أيوه. أوكي. هذا الشكل. أما الشكل الثالث لاسم الفاعل يتم عن طريق تسكين حرف الثاني وإعطاء إسقافة للحرف الأخير، إسقافة يعني فتحة طويلة حرف الأخير، وإضافة نون مسقوفة، نون ذات إسقافة ذات فتحة طويلة، وختمه بألف الختام. يعني من بارش يصير بارشانا، تبقى كما هي، نسكن الثانية الحرف الثاني، نأخذ منها الزلامة الكسرتها، سير بار، بعدين الشين الحرف الأخير نعطيه فتحة طويلة شا، ونزيد عليه نون ذات فتحة طويلة فصير بارشانا، بارش بارشان. هذا الشكل الثالث لاسم الفاعل، باراشا باروشا بارشان، وأنا كاتبهم ثلاثتهم في الجداول اللي حطها في الفصل الثاني عشر، كاتبهم كلها كلها كل الأفعال مع كل الأسماء. فاز فاز. أيوة. فيكون هذا يعني يساعد كثير للي يريد أنه يراقب. فارش بارشانة. إذا صارنا ثلاث أنواع، بارش باراشا باروشا بارشانة، ثلاث أسماء. أها أها معنى فارس، أيضا فارس فاروز أو فرزان أو فراز بالعربي، أيضا بالعربي مثل ما قلنا عنده أشكال مختلفة صيغ مختلفة. أيضا الثاني داوق، نفس الفعل داوق يمسكوا، يصير في الحالة دوقانا دوقانا فارشانا دوقانا. أها أيوة. صار ثلاثة، إذا ثلاثة نذكرهم نقول أول داواقا داوقا دوقانا. من كاتب يكتب كتوانا كتوانا، فثلاثتهم يقول كتاوا كتوا كتوانا. اشكال اسم الفعل. ابونا سؤال، هذول اسم الفعل، هذول القاموس بذكرهم ام لا؟ لا. قاموس يذكر الجذر، قلت لك إيه الجذر يذكر وما بالعربي وما يذكر المشتقات تعونها؟ ما أظن، لا ما أظن، بس لسان العرب يذكر المشتقات تعونها. أنت شوف قاموس ما أشوف هاي أمامي، أستغرب إنه ما يذكر اسم الفاعل واسم المفعول، لأنه أنا أشوف القواميس على الإنترنت يذكر المشتقات تعونها. شوف، لأنه هاي مشكلة، لأنه أنا بدي أقعد أبحث في القاموس الكلمة هاي مش عارف أجدها. شوف قسم من الأفعال ذاكر، ذاكر اسم الفعل فقط، مثلا يقول لك جاش، جياشة اسم الفعل، جياشة من جاش، جاش يعني يجسو، جسة جياشة يعني جسن. أيوة. فعندنا قسم منها كاتب مثلا جزر اللي معناه يقطع ويختن، وأيضا يجزر أو يقطع أو يقرر، حتى جزر جزارة اسمه فعل، هذا جزرة، جزرة هو
اسم مو اسم الفعل، اسم اسم عادي. أيوة إجزار إجزارة. إيه إذا يذكر اسم الفعل في بعض الأفعال فقط، مو جميع المشتقات، مو جميع المشتقات. يعني هذا اللي يساعد اللي عايز يبحث في القاموس معنى هاي الكلمة مش عايجدها. أيوة أيوة. لا لا طبعا مو قواميس هيك، يعني كله يعني ما نقدر نشوف هاي بالقواعد، هذا شغل القواعد إنه يعلمنا كيف نشتق وهذه شو هي مشتقات الفعل. هي غريبة غريبة غريبة. يعني كل القواميس هيك تقريبا، حتى القواميس يعني ما يذكر لا المشتقات ولا التصاريف، لأنه إذا في الحال لازم يذكر التصاريف كلها، فهذه يراد كل فعل صفحة واحدة. طبعا لا، القاموس الفرنسي عامة يذكر المشتقات أبونا. ما أظن. أي القاموس المحترم لاروس يذكر المشتقات. خلي أشوف لك القاموس، قاموس تاع توما أودو هذا اللي هو سرياني سرياني. أيوة أيوة شوف. تذكر هذا قديم. تذكر واحد ينسى يعني ما يركز على هالأمور هذه. عندك هذا هيك يذكر، شفت؟ لأنه يعني يسمي يعني سرياني سرياني هو مثلا. أيوة. دخ فدخ. أيوة. ندخ المدخ ملثى دبقتها، يعني يقول هو فعل لازم ومتعدي. ندخ هو المضارع تاعه، المدخ هو لكن ما يذكر هو دخيخة. لا ما يذكر، حتى ما يذكر المشتقات. غريب. وهذا قاموس كبير كبير كلش كبير. شوف ما عم يقدر تشوفه. لا ما شايفه. شايفه هلا شايفه. كبير كلش. ايوه ايوه شايفه. شايفه فرقانة. كبير كلش كبير وثقيل. ايوه ايوه. هذا عمله معمول قبل يعني سنة 1885. ايوه ايوه 1895 يعني في نهاية القرن التاسع عشر نهايته. ايوه ابونا انت ذكرت لي كتاب الحلقة السابقة انه في الأناجيل هذولا بالعربي وبالفرنسي تم تحقيقه. أيوة هذا إنجيل ال هذه اللي شو سميه سينوبتيك هذا. أيوة أيوة. ابعت لي عنوانه أبونا. أوكي ابعت لي، اكتبه عندك مشان لا تنساني. إيه لأن عايز أبعث لأستاذ الأبونا فلان هذاك، وبعدين قد يفيدني أنا لأنه أيوة لأني بدي أشوف إمتى تم الترجمة العربية. عنوان يمكن بتجيل السادس السابع ثامن ما ومكتوب مكتوب بالشبي يعني مكتوب بالمقدمة هذه، لأنه عنده مقدمة طويلة. كتاب دياتيسيرون لتيتيان تيتيانوس. أيوه أيوه تيتيانوس. قلت لي واحد كان فرنسي عربي مش هيك؟ أنا اللي عندي. أيوة. هذولي هو قبل 40 سنة هذا كان عاملين فرنسي فرنسي وعربي، يعني مسوي واحد يمكن فرنسي مسوي عليه دراسة على النسخة العربية. هذاك يهمني. إيه لأن في بالقبطي في يعني أجزاء منه شايفين بالقبطي حتى بالسينا سينا بالسينا كوب مصر حلوان ملوان معه شايفين من عنده، وفي سوريا وفي يونان وفي مناطق مختلفة.
فأنا قلت لك بس نحن كنيستنا كنيسة المشرق كانت تستعمله هذا، هذا كان الإنجيل المستعمل بالكنيسة يقرون بهذا يعني إلى الجيل السادس، بعدين تحولوا إلى هذه الأناجيل المفصلة. أيوة. شفت أنا بعثت لك لبشطة بثلاث مجلدات. إيه شفت أسرني. شكراً. أيوة. نزلتها عندي بعد ما فتحت بس. إيه وغريب أنا كمان شفت لبشطة أبونا ترجمة إنجليزية لكن مش بالأحرف السريانية ولكن بالأحرف الأرامية. كيف يعني؟ يعني بدل ما يكتب بالسترونجيلو إيه؟ كتب بالأحرف اللي بيستعملوها اليهود اليوم العبري. أها. آه. أوه. آه يعني هو. يعني بس مو باللغة العبرية. لا سرياني. عجيب كيف. سرياني بس كتبها كأنه يعني كأنه قرأ كأنه كتبها وفقا لللفظ. شيء غريب. إيه لهيك شوفه هو العهد الجديد هو يعني ما بين الأسطر أبونا يعني كل كلمة وبحتى كيف ترجمها للإنجليزي وبدل ما يكتب سرياني كتب بالعبري بالأحرف العبرية لكن هو هذه عندنا هاي الأحرف الطباعة أيوة أيوة فشوفه شو القصة هاي ولها مقدمة طويلة عريضة ما لي عارف ليش هو كتبها بالأحرف العبرية غريب إيه شو علاقتها بالأحرف العبرية مع أبنا ما أدري هي كان لازم يكتبها بالسترانجيلو هو إيه هذا هو حقه لأنه ذاك الوقت كان فيه سترانجيلو ثابت يعني صاير أنا ما بعرف ليش هو كتب لي إياها بالعبرية بس هو ما كتب باللغة العبرية كتب باللغة السريانية لكن بالأحرف العبرية أحرف العبرية قرشوني هو ربما أبونا يعني أنا مش عارف هل هو الخط القرشوني هو اللي استعمل للبشطة الأولى أم بالأحرف العبرية لا يعني شوف هل عملية كتابة لغة بأحرف لغة أخرى مهما كانت اللغات هاي نسميها قرشوني أيوة يعني حتى لو نكتب الإنجليزي بالحروف العربية نسميها قرشوني أيوة فهاي عملية قرشوني ولكن طبعا بالنسبة لنا نحن دائما نقول اللغة لغتنا إذا كتبنا مثلا اللغات الأخرى بأحرفنا نحن نسميها طبعا قرشوني هذه كتبناها بقرشوني يعني كتبنا اللغات الأخرى بأحرفنا أيوة لا أنا حبيت فقط اللي عرفه هل لبشطة إيه؟ كتبت أصلا بالأحرف السترانجيلو ولا أكيد بالأحرف أكيد بالسترانجيلو ولا كيف كان يقروها جماعتنا مو يهود كانوا ما يعرفوا كان ما أعرف تعرف ليش أحكي هيك لأنه اليهود الخط تاعهم هو الخط الأرامي الكتابة تاعتهم هم الأحرف هذول أخذوها من الأرامية وشفت أنت في هذا الفيديو اللي بعتك هو هذا البروفيسور اليهودي يقول أنه هذه كتاب آشوري يسميه هو أنا مش بعت لك أبونا هذا النص تاع هذا الحكيم اللي بذكر شو اسمه هذا حقار وبعت لك نص صفحة منه وجدوها في مصر باللغة السريانية لكن بالأحرف الأرامية يعني العبرية الحالية هم ما عندهم أحرف هم يعني قصدي هسه هم اللي يستعملون احنا ما يستعملوها هو كان باللغة الأرامية بس بالأحرف الأرامية اللي يستعملوه اليهود اليوم بالعبري لأن احنا اليوم المعروف لما نقول أرامي يعني معناه الشرقي والغربي هذا السرياني والأشوري اللي عندنا أو الكلداني بس احنا هيك اليوم هذا متفق عليه ايوه اختلطت المسائل المصطلحات هذه هناك أبونا أيضا قواميس أرامية
عربية أرامية عربية أو فرنسية مثلك، لكن بالأحرف العبرية مش بالسرانجيلو. آه شيء غريب. لهيك أنا فكرت إنه ربما الاسترانجيلو، الكتابة الاسترانجيلو اللي هلا أنت بتكتبها هاي كتابة متأخرة ربما. ربما. ما بعرفش إمتى دخلت هاي الكتابة عندكم. ما أعرف. شوف نحن كم نوع عندنا، يعني الغربي والشرقي. إيه منيح منيح، بس يعني حتى شرقي أو غربي، هل هي من القرن الأول الميلادي، الثاني الميلادي، الثالث الميلادي، أم شو؟ ما أعرف. إيه عليك يعني فقط حبيت شغل الأركيولوجيين، ما أعرف. أيوة. بس هون جالي ذكرت شيء، هو في هناك قاموس قبل كم سنة، يعني 5 سنين خلصوا من عنده، كان 100 سنة يشتغلون به في شيكاغو. لجنة يعني كثير ناس اشتغلوا فيه، قاموس آشوري يسموه، أسيريان ديكشنري. كبير، ما أعرف كم مجلد، 10-15 مجلد هو. أوف. كل الكلمات هذه الموجودة طبعاً من الألواح الطينية الموجودة كانت، وهذه ما أعرف إيش شوية. فشيء مهول، هذا شيء مهول طبعاً. أنا أصلاً أخاف أتقرب منه، لأنه هذا راح يدوخ الواحد. أيوة. هو متوفر على الإنترنت؟ لا أكيد لا. لا ما أظن. بس خلصت عنده 100 سنة، أكثر 100 سنة اشتغلوا فيه. أوف يا نهار أبيض. إيه. يا نهار أبيض. إيه. ابعت لي عنوانه. شو إيه راح أبعت لك. شوف. أرجوك لا تنساني يا أبونا. أنا كل مرة أشوف الكتاب بقول إنه قد يهمك أبعث لك إياه. شكرا. وأبونا أنا شفت البشطة أونلاين. أبعث لك الرابط تاعه، أبشطة أونلاين. بالكنيسة الأرثوذكسية السريانية في سوريا نشرت البشطة أونلاين. انت بوقتها كان بعثت لي هذه، بس انا ما قدرت افتحها، ما فتحت. امبارح بعثت لك اياها. مع هال القائمه اللي بعثت لي، شو اسمها؟ لا هذولك، لا هناك رابط بعثت لك اياه على الواتساب. ما شايفه، غريب. اوكي. انت تحب ابعث لك اياه دائما على الايميل بدل الواتساب ولا لا؟ لا اذا واتساب بعد احسن. أنا بعثت لك إياه على الواتساب. أوكي راح أشوف. كل العهد القديم عهد الجديد بوورد. واه. كله. يعني هناك ممكن تقول لي انقل الكلمة هاي مشان الكتاب تاعي أنقلها. خلافا للبشطة اللي عاملينها الآباء الدومينيكان، هذيك صورة ما تقدر تنقل. نعم صورة هي. أما هناك لا، هناك مكتوبة بالوورد. أيوة كلها، العهد القديم والجديد. كبير هذا. موجود. أنا بعت لك الرابط البارح. أنا بعت لك إياه البارح. أقول لك ثاني واحد يخليك، لأن هذا مهم. قلت لك الكتاب المقدس بالسريانية، بعت لك إياه البارح. بعثت فيها البارح، هدول الكنيسة الأرثوذكسية اللي نشرتها سريانية، وناشرين عدد من الكتب، وهذول شوفها قد يفيدك. أنا احتفظت بالرابط عندي مشان قد أستعمله، مشان أتحقق من بعض الكلمات ومثل هيك، فهمت علي؟ وهناك تجد المزامير بالوورد أبونا. مش انت مش بتعمل المزامير؟ كيف تعمل المزامير؟ نعم انا عندي مزامير بالوورد، هي بالوورد هذه. ايوه هي بالوورد هاي. بس هذا كل العهد القديم وكل العهد الجديد بالوورد. يلا خلينا نكمل. المهم يعني انا ما فتح هذا. اوكي فنكمل دائره الدراسات السريانيه.
ايوه هاي هي امبارح اخذت ساعتين ثلاثه ابحث عن المصادر السريانيه في الانترنت هيك بعت وحملتهم بالاحرف الغربيه هذا لا على الشرقيه يا ابونا الغربيه انا اللي شفتها هي الشرقيه يا ابونا انا اللي اشوف لك هذه غربيه ايوه بالاحرف الغربيه ثانيه واحده انا عندي اياها هنا هاي عندي اياها هنا انا عندي اياها هنا انا فتحتها هنا غريب ثانية واحدة اهو قاعد بيفتح صحيح الغربية الغربية صح عجيب صح بس انا عندي كمان واحد ابونا سرياني شرقي وجدت هذه الحرف الغربية ما كان موجودة ذاك الوقت لي الجيل السابع صارت هاي الحرف الغربية أيوة على كل أنا أظن شفت شغلة مثل هيك ترانسكريبشن تسوي ترانسكريبشن أيوة ترانسكريبشن على كل أيوة أنت شو أنت تشوفها بعدين أنت تشوفها بعدين يلا بعدين أقاربها مع هذا اللي عندي شوف أيوة شوف على كل نكمل يلا نعم كمل هسه نجي من المعتل الوسط قلنا ومعتل الأخير الأول والوسط هذا يا أر يا أورا أيوة. بعدين أخذنا أيضا الأخير من معتل الوسط الأخير تكلمنا عنها انتهينا منها أيوة. نجي إلى على الجذر الرباعي أيوة الجذر الرباعي كان جذر الثلاثي أيوة نشتق الاسم الفاعل قلنا له ثلاث أشكال اسم الفاعل في الثلاثي أيوة في الرباعي عنده شكل واحد أيوة جذر رباعي هناك شكل واحد من اسم الفاعل للجذر الرباعي ويكون كالآتي أيوة. من الرباعي السالم يكون مثلا همزم هذا سالم ما بينه أي حرف علة همزم يتكلم يكون همزمانا أيوة متكلم مشبر مجامل مشبرانا مجامل يجامل هو مجامل أيوة مجامل وكرمش يذبل كرمشانا مذبل احنا ابونا يقول عندنا ذابل هو يكون بالعربي ذابل ذابل جمت حرفيا بس لازم ترجمه معنويا ذابل ايوه ولو ما يتوالم مع شكل ولكن هو معناه ذابل ايوه ذابل بعدين عندنا جرمل يتمرغ أيوة. جرملانا متمرغ هذا صحيح متمرغ يتمرغ تمرغا فهو متمرغ ايوه جرملانا هذا سالم ايوه افعال السالمه اما الرباعي المعتل بكل انواعه المعتل فيكون هيك من معتل الاول عندنا هالامثله يهول يعطي ايوه يهول معطي فيو يو آلها مثلا عندنا اسم نحن قديم يو آلها يعني الله عطى او عطى الله بالعربي عطى الله يهول ايوه يهول لانا معطي يهول لانا هذا يعطي اما يهب فذاك ثلاثي ياهو فصير يهوى فيهوى هذا اسم يهوى حقيقة أنا كثير عمل عليه في قسم من الطبعات أو النسخ القديمة هذه يهوى هو مو يهوى يهوى فيهوى معناه المعطي الذي يعطي الحياة يهوى أنا أظن هذا أكثر ديرهم من المعنى الآخر إلى اليوم نحن درسناه حتى باللاهوت أنه يهوى معناه هو الذي هو الذي هو
بس هي هو يعني بالشوف بالسرياني القديم يعطي معنى المعطي الواهب يهب الحياة يهب الوجود هذا معناه يا هو على كل يعني. والبكون الله الله يعين الله شوف ما أعرف والله يا ويل يا ولانا يا ولانا يقرن يثقل يقرن يثقل يمكن جاء بالقرآن قر قرن في قرن بس ما مش بهذا المعنى ربط هذا قرن وقر ايوه وقر ايوه وهل جتني كلمه وقرنا في بيوتكن يعني وبقينا في بيوتكن ايش بس وقر 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 ايوه وقر ايوه جت وقر جاء معنا ايوه جت عده مرات يعني ثقي ثقل وقر امه وقر اي في عيني ايوه فهذا يقرن يعني يثقل يقرن ويصير الاسم الفاعل يقرنانا اسم الفعل هو يقرون واسم المرة هو يقرنت يقرنانا أيوة واسم المفعول يكون يقرننا أيوة راح نجي عليه المهم يقرن يثقل اسم فاعله هو رباعي هذا لأنه واحد اثنين ثلاثة أربع حروفية يقرنانا مثقل يثقل مثقل أيوه شفت لما أحط هذه الحركات العربي أحطها المليح بعد ما أغلق هذه أرجع أفتحه أشوف تحول هيك صار غريب الأمر يعني حاولت كل المحاولات معه ومكان هذا ما يصير هيك ليش؟ ما أعرف هذا سر ما أعرف طيب أنا عندي نقطة حطه مش بالشكل برويون هذا ولكن بيج ربما برجع أصله لا هو حتى بالبيج هيك حتى بالهذا حتى بهناك يعني أنا ما استعمل هذا البرويون استعمل آخر دائما مثلا أخلص اليوم كتبته هذه وحفظته وصار كل ما وغلقت هذه يوم الثاني يجي من أفتحه أشوف متحولة هيك فقط الذي عليها حركات مثلا شوف هذا ما صار معي يتأخر بقى مثل ما هو أنت شو أبونا شو بتستعمل الخط أي خط بتستعمل أنا بالعربي استعمل ال نيو تايمز أيوة أنا استعمل أنا عمره ما يصير معي هيك أنا عمره ما يصير دائما هيك هذا ما أعرف ليش المهم فهيك فيقرن يثقل فمثقل أرقل يتأخر أرقلانا متأخر اسم الفاعل أرمل يتأرمل أرملانا متأرمل كيف يعني أرمل؟ يعني يصبح أرمل؟ يتأرمل يعني يصبح أرمل تأرمل يعني صار أرمل غريب هذا الأمر احنا نقول ترمل ترمل انا خطا ترمل اوكي يترمل مترمل لا اوكي مترمل يترمل ايوه مترمل ايوه ترمل ايوه مترمل مترمل بالضبط ايوه جايبيه هذا العربي شويه بعدين ندخل في هذه ظهر اللي كتب عاشوري بالضبط من معتل الثاني نجي على المعتل الثاني ناخذ الثاني هو من حروف العله ونيه طيمن طاء ياء ميم نون طيمن يعني يغلى يصير غالي يغلى ايوه يغلى طيمن نانا مغلي يعني يغلي الشيء يغليه وهو مغلي طيب غريب أكل
أكل إيه مو يغلي. أيوه يغلي. هسا بعد شوية بنروح هذه لو عمل شيء آخر شو يرجع مثل قبل يصير. غريبة. يغلي لازم يغلي. أيوة. يصير مغلي. أيوة. أوكي طيب النعم. هيمن يؤمن هيمن. تصير هيمن نانا مؤمن. أيوة لأنه بالقرآن جت فعل ومهيمن عليه. إيه. بالقرآن. إيه. معنى يؤمن أو مؤمن. ما هنا هيمنة بالعربي تعني عادة مسيطر عليه. أيوة. بس هو ك. على كل هنا هاي هذا الفعل جاء بس الجبلتية خليك معي هيمنة أفرجيك شو العبارة لأن هاي لها علاقة أظن بالهذا بصحابنا هذولا هيمن بالسرياني مو معنى سيطرة إنما آمنة. أيوة 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 بس هم ما فهموها مسيطر هم لم تفهم مسيطر هنا المشكلة تعتي هم قالوا يعني مؤكدا له مش مهيمن يعني تقريبا مؤمنا به يعني مؤمن أيوة أيوة بهذا المعنى فلهيك أنا أقول لك السرياني أيوة هنا يعني هم قالوا كيف يعني يعني يسيطر عليه معقول إنه القرآن يسيطر على الكتب الأخرى ف الطبري ما فهمها بهيمنة ولكن مؤكدا له مهيمنا بما بين يديه أيوة أيوة هي الفعل هيمة هيمة الجذر تاعه أيوة هلا يا 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 شو لا مش هذا الفعل إذا هامة هل هو هامة هيمة هيمة هومة هومة لا هيمة هيا هيمة هنا هيمة هيمة لا شو مهيمن لا هي بعرف شو أصل الفعل هلا راحت على بالي يا أبوي على كل نكمل أبونا كمل وأنا أبحث وأنا أعزم نفسي بيجي على شوف بتيجي اكتب عندك شوف مرة أيوة مهيمن مر عليك وتتذكر مهيمن أيوة مهيمن هيمن يؤمن هيمن نانا مؤمن هيمانوتا إيمان هيمانوتا شوف هذا هو وأنزلنا إليك الكتاب والحق مصدقا لبين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه شوف مهيمن عليه وفي آية أخرى تقول الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن أيوة فما تدريش هل هي عبرية اللي أرام سرياني أشورية أم هي عربية؟ أيوة. والمفسرين يعني ما أعطوا المعنى اللي أنا كنت أتوقعه. مهيمن هنا جت مرتين فقط المرتين هدول هيمنة وش الأصل تاعه وش ال همنة. همنة. الجذر تاعه همنة عندهم همنة وهمنة هذه جت مرتين فقط شوف كيف القرب للكلمات همنة من وين جت همنة إنه مو همنة شوف لك إياها همنة همنة هنا همنة فقط مرتين أبونا شوف ترجمة غوارديان حارس له يعني مش مهيمن ترجموها هيك بس صاحبنا ابن الحلال أنا ذكرت كيف فهمه الطبري ما فهمه بهذا المعنى ما فهمه بهذا المعنى أنا ذاكر هلا بعقلي لكن الطبري
الطبري فهمها أكل له منيح إنك جبت اللي هون، لأن هي نفس الكلمة مهيمن. أيوة، وكان عندي ملاحظة إنه هاي بالسرياني معناته مؤمن، كان عندي ملاحظة على النسخة. حتى يعني بالقديم هو هيمن وإيمانا آمنا إيمانا ها آمنا أيقنا صدق وثق ركنا، شفت ركنا أيضا اعتمد على ائتمن وكل أمن سلم في معاني كثيرة. يلا خلينا نكمل هاي المشكلة. هيمن نعنا يؤمن مؤمنون. جيزر يتصلب، يعني جيزر يتصلب، غريب هل أي شفت يتصلب جيزرانا متصلب فهو متصلب جيزرانا. أيون أبونا سؤال، أيوة. هل الخيزراني من هذا الفعل البامبو؟ خيزراني ما أعرف أشوف بس جيزر لأنه هي صلبة هيك ربما جائز إيه لأنه صلبة صح لأنه هي صلبة. شوف في أبونا قاموس منا أونلاين يكتب الكلمة ويعطيك المعنى حالا. أنا هذا أسرع لي هوني قدامي هو حالا اطلع ذاك راح لازم أروح هذه سدل هل أجيب هذه كلها أفتحها وبعدين كلها تخربط عندي. هو شوف الجزر جزر ايه جاي من هوني جيزر جيزارة سمي الجزر الجزر جيزر جيزارة لأنه يقوي أيوة بالضبط جيزر أيوة جيزر لا يجيب هذه مع الخيزران ما أظن عندوش على كلنا تعطيني تشوف عربي سرياني عربي أشوري شو كيف يترجم خيزراني على كلنا خيزران لأنه هذا الخيزران قتلني في البستان تاعي قتلني مش عارف أقلعه هذا يمشي جذور وتمشي بالأرض هذه. أيوة يملك كل الأرض بدك تقلعها خيزراني عندنا ما راح عندنا ما ينبت لأنه برضه بالشتاء هذا يموت يا ريت يموت هلا وصارت 10 درجات تحت الصفر امبارح المساء أول إيه بس لازم يعني مو يوم واحد يومين إنما عدة أيام أيام لازم تكون ولا صدروا لنا شوي من الجو تاعكم لمدة 10 أيام مشان أنا كنت خايف على الأشجار تاعون الزيتون يموت ولو عدنا إحنا هالسنة ما في يعني ما نزل إلا أيام قليلة نزلت إلى 10 بعد لكن قبل ناقص 10 كانت اعتيادية طول الشتاء ثلاثة أشهر تصل إلى ناقص 25 كان أيوة قبل هاي لمن قبل 10 15 سنة 20 سنة تغير الجو تغير الصورة فظيعة خيزران ما في خيزران أو حيزران هو خيزران خلافة خمسة طرفة ولوغوس لا ما في هو الخيزران خلافة أوكي خلينا نكمل
مشان نكمل هذه الجزئية مشان قبل ما ننتقل للحلقة القادمة لأنه صارت ساعة. فهذا خلنا نخلص هذه. أيوة. من معتل الثاني قلنا هذا هو كان، والمعتل الثالث الرباعي يكون اسم الفاعل الشكل الثالث من عنده، نأخذ الكلمة مزيد الذي حرفه الثالث هو ياء من حروف العلة، يمزيد يعني يزيد مو يزداد، يزيد متعدي منه، مزيدانا مزيد يزيد مزيد فهو مزيد، أو يزيد بالعامية وهو مزيد زائد، زائد هذا زائد الاشتغال اللازمة بتاعه، زائد زيادة هذيك زائد زا المزيد 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 نعم يزيد فهو المزيد. مبين مبين يظهر أو يبان، مبين مبين يظهر مبين نانا أيوة. هو هذه نزيد عليها نون نون مفتوحة فتحة طويلة، والحرف الأخير أيضا نعطيه فتحة طويلة، والحرف الوسطي يبقى كما هو. أيوة نزيد نزيد يظهر فهو مظهرون. أيوة. نظام القواعد العربي يختلف، يختلف هو يقول طبعا. على وزن فعول، على وزن فاعل، فاعل او مثل هيك. انت غيرت النظام، ها انت تقول متحرك هذا متحرك هذاك. ايوه على كل إن هو يعني هو الفرق هو في انه يقول مفتوح الفاء ومكسور العين وما يعني فعل، هو كلها يقول هذا الفعل يقاس على فعل فعول فعل فعل الفعلول فعلي الفعل. نعم ولكن فعول وفعلي إذا نجي يقول ليش فعول ليش فعيل، فهو ذاك الوقت راح يشرح نفس الشرح اللي أنا شرحه. لا ما ولا بيذكرها ولا بيذكرها هيك فقط بطلع خفيف هيك على المعدة. أنت يلا حلو بس برضو حلو الواحد يصير. عندنا الفعل الآخر مميل يزرق، يزرق مميل يزرق فهو مزرق مميل لانا يزرق. ايوه يزرق. مزرق ايوه. مميت يميت، مميت أيوة. يميت مميتانا مميت مميت ايوه عندنا من معتل الرابع اي الاخير اذا كان اخيره لانه هذا رباعي. مكلي شوف الأخير هو أليف، مكلي يوقف يعني أو يوقف، مكليانا موقف يوقف موقف فهو موقف. شوف العرب كثير يخلطون بين موقف موقف فقط فت بناتهم فقط الفتحة والكسرة. أيوة الحرف الثالث موقف هو اسم الفاعل، موقف هو اسم المفعول. أيوة من هو موقف. كثير أنا شايف من اللي يتكلمون هذه يخربطون بيناتهم. أيوة صح موقف أيوة. موقف أكو فعلًا. مشتي يشرب، مشتي أيوة. يشرب أو يسقي أيوة. أيضًا أيوة. مشتيانا مشرب أيوة. ألدي يخدع أيوة. ألديانا مغدع أو خادع أو خادع بالعربي نفس الشيء مغدع أيوة. يغدع فهو مغدع فهو خادع. الفضلية بالأشوري ألدي الحرف الأول شو هو؟ عين ألدي أنا سمعتها ألدي لما قلت لك نحن نلفظ العين ما نلفظ قوية هيك بالمن من الحنجرة وإنما خففة ننفضها كهمزة ضخمة مفخمة همزة مفخمة أيوة. الأستاذنا كان دائما يقول عن هاي الأمر أيوة العين والهمزة أيوة الخلط بين الاثنين عين والهمزة يعني يخلطوا أيوة. أنا سمعت ألدي
علدي ما بقول واحد علدي علدوي علديانة أيوه. مقري من قارئ مقري يقرئ قارئ يقرأ مقري يقرئ أيوه المتعدي راح يجي عليه المتعدي واللازم طبعا فعل أيوه بعدين يصير مقريانة مقري مقريانة مقرئون أيوة يقرئوا أيوة. من معتل الرابع أي الأخير هذا كان المعتل الأول والأخير عندنا فعل واحد يتيم فريد بالراب المعتل بالرباعي وهو أردي أليف راء دال أليف أردي أرديانا يتخثر مخثر أيوة. أما الميمي فإحنا قلنا أنه كل جذر ثلاثي أوله مفتوح فتحة قصيرة يكون ثانيه مشدد فهو يعتبر رباعي بدلا ثلاثي تمام؟ أيوة. فلذلك له جذر ميمي نزيد الميم هذه الساكنة في بدايته ونغير الفتحة القصيرة إلى طويلة للحرف الأصلي الأول واللي هو فيها الحالة الثانية هنا أيوة. فنأخذ مكابش هو أصله كبش لكن مكابش فميم لأن يبدأ بالميم مكابش يجمع يعني شوف إذا قلت كبش كتبتها بالكاف عليها قصيرة فتحة قصيرة نفس المعنى بالعربي راح ترجمها يجمع نفس الشيء كابش وكبش هو نفس المعنى فقط أنه اللفظ يختلف أيوة مكبش مكابش يجمعوا مكبشانة يكون مكبشانة مو كبشانة إنما مكبشانة فنسكن هذه الثالث الحرف الثالث مكبشانة مجمع يجمع فهو مجمع أجمع العلماء أجمع يجمع مجمع مساقل هو من سقل أصله سقل مساقل يزين مسقلانة مزين يزين الأم يزين سوي زينة مسقل هو من سقل أيوة يزين يعني أيوة ممكن تقول أيوة ما أنا ما أروح على هالموضوع هذا لأنه الموضوع كثير من ال ما أعرف أنه هذا من ثقل كله نعيدها إلى 15 كلمات اللغة أنا ما تعجبني الطريقة أيوة. مساقل يزين مسقلانة هو أبونا يعني مسقل ومسقل هي ترجع نفس فقط الحرف اللي يختلف نعم مسقل السين السين أصبحت ثاء أيوة مثقل مثقل هو طبعا مثقل الشد صح هو أيضا يثقل مثقل أيوة مثقل مثقل إيه يختلف عن يزن أفضل من مثقل يزن هو نفس الشيء لا مو يزن يزين يعني زينة زينة يزينه مثقل زين الشين مثقل يعني يسقل الحجر مثل ما تقول يسقل الحجر أو يزينه مساقل يزين أنتوا تسموه هذا يعني مو فعل يسقل ميم سين قاف لام مسقل لا ما في مسقل نحن يسقل هو غير فعل هو فعل مشقه طيب منيح مو مشكله مشقه مساقل يعني يزين سقل يعني يجمل يعني يجمل بالضبط يجمل يزين ايوه مجمل مسقلانة مزين يزين زين العماره زين الشيء زين أنا فكرت إنه من وزن لا 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 زينة يزين وزن هذاك متقل تقل أيه
أيوه. يقرن عندنا أيضا المرادف عنه يقرن، شفناه يقرن هو يثقل يقرن. أيوه. بعد مشانه، مشانه هو أصله شنه، مشانه ينتقل، مشانه فصير مشان يانا منتقل، انتقل ينتقل فهو منتقل. أيوه مشان يانا. مياقر، مياقر هاي لها علاقة بالثقل، يقول لك إحنا نستعمل غير بمعنى آخر أكثر معنى معنوي. مياقر يعني يحترم، إحنا بالعربي يقول يوقر. يوقر بالضبط، أيوة يوقر أيضا بيكون أقرب للسوري، يوقر يعني أقرب للأسوري. بس هي جاية أيضا من يقرا يقر يعني ثقل، أيضا يقر مياقر يعني يحترم يعني ينطي ثقل، ينطي وزن يعني يحترم يعطي وزنا. مياقر يحترم، ميقران محترم مو محترم، إنه محترم فاعل مفعول. أيوة. إذا تريد غير كلمة يحترم بموقر يكون أفضل، حتى يوقر مثل ما نفس المعنى، نفس المعنى بس هو أقرب، أقرب للأشوري. أيوة ممكن. أقرب للأشوري اللي تريده أنت، اللي تريده. لا تتعب نفسك. يلا. أيوة ممكن. أيوة. لأنه يكون أقرب للوقر. نعم. يعني يشوف القرابة بين الكلمتين. نعم يوقر. أيوة. لأنه بتصير القاف والراء هي نفسها. نعم. وقر. فهو موقر. أيوة. واو قاف راء. موقر. أيوة. أيوة أفارم. موقر موقر. أيوة هذا انتهينا، نقدر هسه نشوف. نوقف دقيقتين. إذن أرجو المشاهدين اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلوا بالأشرطة القادمة. لا تنسوا هذا الأمر. أبونا استريح شوي وبنرجع بعد شوية. نعم.